يلتقي المنتخب الجزائري ونظيره الطوغولي في مواجهة هامة للمنتخبين حيث يبحث محارب الصحراء عن فوز جديد يواصلون به مسيرتهم الإيجابية بأربع انتصارات من أربع مباريات من تصفية كسم إفريقيا 2025 بينما يسعى أصحاب الأرض للفوز والثأر للهزيمة الثقيلة في مباراة الذهاب بعنابة خمسة لواحد والبقاء في السباق نحو التأهل بعدما صاروا مهددين بضياع المرتبة الثانية عقب فوز غينيا الاستوائية على ليبيريا وبالنسبة لموعد وتوقيت مباراة الجزائر والطوغو في الجولة الرابعة من التصفيات فستلعب المباراة هذا الاثنين الرابع عشر أكتوبر بملعب كيغي بالعاصمة الطوغولية لومي ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر السابعة بتوقيت مصر والسعودية أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة فلن يكون بإمكان الجمهور الجزائري متابعتها هذه المرة على التلفزيون العمومي بسبب عدم امتلاكه حقوق البث خارج الديار وعليه لم يبقى من حل سوى القناة الألمانية ديجيتال سبورت على قمر أسترا مع قناة بين سبورتس فرنسية واحد إضافة للتعليق العربي على قناة بين سبورتس اثنين مع حفيد الدراجي ما رأيكم في ذلك؟ شاركونا بتعليق أسفل الفيديو ليصلكم كل جديد